ما هذا الذي ترتديه؟ ماذا؟ ألم يسبق ورأيت بذلة بيتزا؟ الآن هناك الكثير لتعرفوه، لذا دونت لكم دليل التعليمات. هيا اذهب، سوف تتأخر. لا تقلق. نعم، وأنا نائم يمكنني إدارته. يأخذ الناس كل ما يلزمهم ونأخذ المال منهم بينما آكل الحلوى التي تشتريها بتخفيض من العاملين هنا. مع السلامة. خادم يا عزيزتي، لقد نسيت أن أخبرهم بشيء. الاتصال بروني آن. ها؟ ما المشكلة؟ نسيت إخباركم أن المراحيض لاستخدام العملاء فقط من يشتري يستخدمها. أنا أشجعهم على شراء ورق المراحيض. اتصلت لهذا؟ حسناً، سنتصرف يا بابي. إلى اللقاء. ماذا هناك؟ إن جاء أحد طالباً للجوز. لم يطلبه أحد، فأسوأ مكسرات الجوز. مرحباً، أين أضع المانجو؟ ساعدوني لأنتهي بسرعة. ضعها بجانب السمك. لا، ليس بجانب السمك. ستكتسب رائحة السمك. ولا تدع بار يمارس أي تمارين بالفاكهة. يا بابي لا تقلق، سنتصرف. حسناً، سأطمئن بالكاميرا. قلت لميبل ألا تتذوق العنب هكذا. أجل أجل. أعرف المتصل. قلت لكم لا تقربوا الحلوى، يجب أن تبقى 97 حبة عند عودتي. ولديكم حالة طارئة، ميبل تلتهم العنب. كيف عرفت هذا؟ حاسة صاحب المتجر، هل بدلتم الموسيقى؟ تم انتقاء مجموعة بوبي بعناية لتحث الناس على مزيد من التسوق. حاسة صاحب المتجر؟ بل يبدو أنك تتجسس علينا من الكاميرات. فعلا، أنا لا أتجسس، بل ماذا تفعلون؟ عطلوا الكاميرات، ماذا أفعل الآن؟ احجزي لنا بينما أوقف الشاحنة. سين عين. سين أي ستأتي، ولكن ماذا عن حرف العين؟ عزيزتي. بابي؟ نعم أنا، لا يروقني أبداً أن يمنع أحد التواصل معي. ونحن لا يروقنا تجسسك علينا، نحن نعرف ما يجب علينا فعله. انظر حولك، لم يحدث أي خطأ. كيف تقولين هذا؟ المانجو برائحة السمك، وعلب الحليب موضوعة خطأ، وهذه العلبة بعيدة مسافة سنتيمتر. أنت دقيق للغاية، هذه الأمور لا تهم. إنها تهمني أنا، لست بحاجة لمجموعة من الصغار يغيرون كل شيء هنا. ستفهمون عندما تكبرون. أعتقد أننا نفهم الآن، أنت تريد إدارة الميركادو بشكل محدد، افعل ذلك بنفسك. نعم، انتهينا هنا. سنترك العمل، نراك لاحقا. وماذا بعد؟ لا أستطيع إغلاق المتجر. سيحتاج بار وجبة البروتين بعد تمريناته، وأيضاً سيحتاج السيد تشانغ القهوة لنوبة عمل الليل، وأيضاً لوري تنتظرني. مستحيل لوري. ميبل، سأعود حالاً. حسناً، وصل الطعام، جرب هذه. آسف، فقط ستنفك أزرار كمي. سأعود حالاً. كنت متأكدة. أنت الآن مع فتاة أخرى وتفعل ذلك في عيدنا؟ لا، ميبل مجرد صديقة فحسب. ربما لو كنت أصغر 50 سنة. أنا أقصد الميركادو يا بوبي. لا يا لوري. لوري أنا آسف، لم أقصد أن تصير ليلتنا هكذا. تركت روني آن وكارل وسي جي ليديروا الميركادو، لكنهم أساءوا التصرف. وضعوا المانجو بجانب السمك، ووضعوا أيضا موسيقى غريبة. هذا فقط؟ أتسمي هذه الأشياء مشاكل؟ إنهم لم يحرقوا المكان. لا، لكن بوبي، يهتم كل أفراد أسرتك بالميركادو كثيرا، ومستحيل أن يسمحوا بحدوث شيء سيء له حقا. نعم، لكن ربما لديهم طريقتهم الخاصة في إدارته، وعليك فقط أن تثق بهم. أنت محقة، أنا آسف، يبدو أني أعجز عن التخلي عن السيطرة على الميركادو. شكراً يا عزيزتي. أوه يا عزيزي، هذا جو شهري حقاً، وتأكل بيتزا الذي أعدته جدتك، شهي جداً. شكراً لك، كم يسرني أننا نحتفل أخيراً بعيد البيتزا بطريقة تستحقينها. شكراً يا عزيزي، حقاً، هذا أفضل عيد بيتزا بالفعل. ما كان ينبغي للعمة فريدا استخدام بيبروني حقيقي.